أن كلمة، ما معنى كلمة المجيد؟ المجيد لغويا هو البالغ في الكرم. إذا سمعت كلمة المجيد لله تبارك وتعالى، هو الكريم كرما مبالغا فيه كثير. لكن لما تلاقي القرآن كده، القرآن المجيد، لازم أقف. ما معنى القرآن المجيد؟ وما معنى قاف والقرآن المجيد؟ احنا طبعا يعني كنا عايزين نتوقف عند قاف وعند الحروف المقطعة في حلقة خاصة، يعني احنا عشان اتفقنا على كده عشان فعلا. ما نضيعش الوقت بتاع البرنامج. لكن اللي تستوقفنا زي ما حضرتك تفضلت هي كلمة المجيد. لما يتصف بها الحق تبارك وتعالى شيء طبيعي، لكن لما يتصف بها القرآن، لما يصف الله تبارك وتعالى القرآن بهذه الصفة؟ القرآن في الحقيقة هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام. إذن هذا الدين وتلكم الديانة لهما رسالة، لهما منهج. هذا المنهج سيكون حجة علينا جميعا أمام الله يوم القيامة. لما؟ لأننا إذا ذهبنا إلى القرآن بمقصد أو بتوضيح مقصد، أكرمنا بإعطائنا إياه. بمعنى أنت عندك مشكلة رايح تعرضها على القرآن علشان تاخد منها الحل، يكرمك القرآن بأن يعطيك الحل. إذا طلبت منه استغناء عن قضية يغنيك، يعني هو كريم هو مغني. ودي ومن هنا جت صفة الإيه؟ المجيد. أنه ما هو الكرم؟ إنك تعطي، ما تتقالش عليك كريم، إنما الكريم هو الذي يعطي إيه؟ بسخاء، يعطي كثيرا. فالقرآن ما عرضت عليه قضية إلا ووجدت فيه الحل، ما استغنيت به عن منهج آخر إلا وأغناك. خد بالك من وصف السيدة عائشة لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أرى أن هذا الحديث كان محاولة من السيدة عائشة إنها تشرح لك كنه الأخلاق لرسول الله وكنه القرآن بحديث واحد. لما سئلت عن خلقه قال كان خلقه القرآن. إذن القرآن كريم في عطائه، مغن عن أي منهج آخر، فهو مجيد أي بالغ الكرم، لأن من الكرم أن تعطي بسخاء. الإنسان مننا كثير ما يعرض عليه أمور، أعمل كذا ولا ما أعملوش، هيروح لحاجتين، يا إما القرآن يا إما السنة، مفيش حاجة تالتة. إذا القرآن والسنة يكفياك عن أي أمر آخر. ولذلك لما احنا قلنا، لو انت فاكر، الله نور السماوات والأرض، لما شرحنا النور قلنا ايه؟ قلنا كما أطفأتم أنواركم المادية أمام الشمس، ها، أطفئوا جميع المناهج أمام منهج الله، منهج الله تبارك وتعالى. يبقى مش عجيب انه يوصف القرآن بأنه نور، ويوصف القرآن بأنه مجيد. مجيد يعني ايه؟ يعني ما فيش قضية هتتعرض عليه ما تلاقيش فيها الايه؟ الحل الشافي الكافي عن اي منهج اخر يعرض عليه هذه القضية او ذات القضية. تمام. ومن هنا كانت صفة المجيد. قلنا معناها ايه بقى؟ البالغ في الكرم اثناء العطاء.